السلام عليكم، نرحب بكم من مركز الكفاءات الدولي للمهاجرين في بلدية تمر. مكتب العمل أرسل لك هذا الفيديو لأن مدة خطة الاندماج أو الاستيطان قد انتهت أو أوشكت على الانتهاء تقريبا، ولهذا نحن هنا في المركز الكفاءات للمهاجرين من الممكن نقدم لك الكثير من الخدمات قد تكون مفيدة لك. نستطيع مساعدتك في المسائل المتعلقة بالبحث عن العمل أو التقديم للدراسة، وأيضا ممكن نساعدك في البحث معا عن مكان التطبيق وممارسة العمل، أو في إيجاد خدمات في قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الثالث، أو أماكن العمل قد يناسب إمكانياتك الحالية. من أحد الخيارات الخطة أو البرنامج هو مسح الكفاءة، أي بمعنى معرفة القدرات المهنية والعلمية لديك لمدة أسبوعين، إما عن طريق الإنترنت أو في المركز تحت إشراف دقيق من المختصين، حيث تم تنفيذ هذه الخطة معكم من قبل كادر مكون من مدرس اللغة الفنلندية، مرشد الدراسي ومرشد الاجتماعي ومدرس مختص لحالات استثنائية إذا لزم الأمر، حيث يوفر مخطط الكفاءة معلومات حول تدريبات أو الدراسة المناسبة لك لمضي قدما نحو أهدافك. وأيضا في المركز هنا خدمات ماينيو، حيث تقوم بتقديم خدماتها ب 16 لغة مختلفة. في ماينيو ممكن أن تحصل على مساعدة في مسائل متعلقة على سبيل المثال تصاريح الإقامة، كلا السكن، الرعاية الاجتماعية إلى آخره من هذه المسائل. لا تتردد في اتصال بنا ودعنا نرى كيف يمكننا مساعدتك على المضي قدما إلى الأمام في هذا البلد. اتصل بنا على الهاتف 041-730-1407 أو ارسال بريد الإلكتروني osamiskeskus@tampere.fi. نقوم بتقديم خدمات في المركز في أيام الأسبوع من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 9 صباحا حتى 3:45 دقيقا بعد الظهر. يمكننا في الظروف العادية نتقابل ونتحدث وجها لوجه، ولكن في الوقت الحالي نقوم بتقديم خدماتنا عن البعد ونطلع إلى استماع إليك وإيجاد حلول مناسبة لك. انظر وتابع أسفل هذا الفيديو حيث ندون جميع معلومات متعلقة بالاتصال. ننتظر اتصالكم ونرحب.